أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، انطلق شوط الختام في انطلاقات هذه الفترة المسائية والمخصصة لهذه الأشواط المفتوحة من خلال سن الحقائق، وعشرة أشواط دارت بينها لحظات التنافس الجميل ولحظات التنافس المميز في سن الصغار. 4 كيلومترات مسافتنا مشاهدينا في كل مكان مع أشواط المنافسات ومع الصغار، ونسير ونبحر إلى الجعادين والمركز الأول في انطلاقة هذا الشوط. يأتي هنا منصور من يحتل المركز الأول لسعادة الشيخ، هنا عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني، والمضمر سالم بن مسلم بن قنزول العامري حيث حقق نقطة في هذا المساء، المركز الثاني. نقلة إلى مكلف لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، يضمر علي بن حمد بن حسين الجرح بالمري. أما المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، يتقدم شاهين وفي هذه الانطلاقة وهذا التحدي، ولكن هناك الجانب الآخر يتقدم عزام لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، يضمر محمد بن سعيد بن مبروك الحميري، والمركز الرابع. ننقل الى المركز الرابع، وهنا الزود يتواجد لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن احمد ال عبد الرحمن الثاني، والمضمر حمد بن لزيوح المري. بينما المركز الخامس وصل شاهين لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن جاسم الثاني، المضمر حميد بن محمود بن مرشود. هكذا هي النتيجة حتى اللحظة للخمس المراكز الأولى، وجوائزنا لهذا الشوط جوائز نقدية مشاهدينا الأعزاء في ختام انطلاقات الأشواط المسائية المخصصة لهذا السن وهذه النوعية من خلال سن الصغار. على البداية عودة وعودة إلى مياس، لا زال مسيطر أو منصور يحتل المركز الأول ومسيطر سيطرة واضحة وفعالة في هذا اللقاء. منصور مشاهدينا الأعزاء لسعادة الشيخ عبد الله بن علي الثاني من يحتل المركز الأول ويسيطر سيطرة واضحة بقيادة المضمر سالم بن مسلم بن قنزول العامري، لا زال على المركز الأول محافظا على تصدر واداء الجميل. المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، يتقدم عزام فيما المضمر ياتي محمد بن سعيد بن بروك الحميري في هذا اللقاء وهذا التنافس الحي. المركز الثالث وصلنا الى شاهين، في المركز الثالث تعود ملكيته لسعاده الشيخ فهد بن فيصل بن فهد الثاني، المضمر حميد بن محمود بن مرشود يحتل المركز الثالث. تقدم خطوه الى الامام وسار في مسار هذا الشوط، انتهت الى 3 كيلومترات، ولكن الى 2 كيلومتر الأخيرة اللي يعني من خلاله يكون المضمرين على هبة الاستعداد والانطلاق الأخير في نموذج الختام لانطلاقات هذه الفترة المسائية. لكن لا زال المركز الأول، لا زال منصور على الصدارة وهو المسيطر حتى هذه اللحظات بكل قوة وبكل أداء جميل لسعادة الشيخ عبد الله بن علي الثاني، بينما يضمر سالم بن قنزول العامري. لكن المركز الثاني عزم معزم على الشوط، عزام احتل المركز الثاني، غير الى المركز الاول لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، يضمر ويتابع محمد بن سعيد بن مبروك الحميري الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط بكل وقوه وبكل تحدي مثير حتى هذه اللحظات. بينما المركز الثاني، اشوف المركز الثاني بدا التسلل، يلا يا بن مرشود تقدم الان شاهين لسعاده الشيخ فهد بن فيصل بن فهد الثاني، يضمر حميد بن محمود الرشيد بن مرشود يحتل المركز الثاني، بدا يتقدم في هذا اللقاء ويسير المركز الثالث. هناك منصور لسعاده الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني، وسالم بن قنزول العامري في التضمير. المركز الرابع وصل الان، كرار يحتل المركز الرابع لسعاده الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني، المضمر فهيد بن علي المري يحتل المركز الرابع. هذه الاسماء، هذه الاسماء النخبه، ولكن نقول الكيلو الاخير، الكيلو الاخير مشاهدينا الاعزاء، انطلقت الحقائق، انطلقت التحديات، انطلق هذا المسار، ولكن صدارة الشوط لا زالت مسيطرة، لا زالت السيطرة مشاهدي الأعزاء من قبل عزام لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، هو المسيطر، هو المسيطر. هناك محمد بن سعيد بن مبروك الحميري على المركز الأول، لكن حذاري من بن مرشود، هذا واصل لك شاهين، شاهين يحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد الثاني، حميد بن محمود بن مرشود يحتل المركز الثاني، يحتل المركز الثاني. يلا يا حميد، يلا يا حميد، روح روح روح، تقدم
عزام في اللحظات الأخيرة، ولكن عزام مسيطر في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة عزام لا زال يسيطر لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد على المركز الأول وموكب صدارة هذا الشوط، يتقدم أمام الجماهير وأمام كل المتابعين شاشة البدع الفضائية وكذلك الناقلة لهذه الانطلاقات المسائية من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، ولا زال معزم على المركز الأول، يطير ويحلق بالناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي في هذه الأمسية الرائعة، الأمسية الجميلة التي حملت الناموس لكل مختلف الشعارات ولكل نطاق واسع من خلال الانطلاق، ومن جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد على هذا الفوز والانتصار، وتهانينا محمد بن سعيد مبروك الحميري للمركز الثاني. هناك يتواجد شاهين لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد الثاني، احتل المركز الثاني. المركز الثالث منصور لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني. المركز الرابع كرار لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني، والمركز الخامس لوسيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء لمجريات هذا الشوط والتي حملت الإثارة حتى النهاية، وكانت مشاهدين الأعزاء لحظات الفوز والانتصار والناموس كفيلة بأن يتواجد معزم على ناموس هذا الشوط بكل جدارة وبكل قوة. 6 دقائق 30 ثانية و93 جزءا من الثانية. تهاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد على الفوز، ومحمد بن سعيد مبروك الحميري المركز الثاني. 6 دقائق 32 ثانية و61 جزء من الثانية. تهانينا كذلك هنا مشاهدي الأعزاء لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد الثاني، وتهانينا حميد بن محمود بن مرشود على الانتصار بثاني المراكز. اما الظفر بالمركز الثالث كان مشاهدينا الاعزاء من نصيب منصور، قطع المسافه في 6 دقائق 39 ثانية 17 جزء من الثاني. تهانينا ناموس لسعاده الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني، والى سالم بن مسلم بن حمرور العامري حيث حقق الانتصار في ثالث المراكز في هذا الشوط الختامي. مشاهدينا الاعزاء هكذا كانت النتيجه والتي من خلالها مشاهدينا الاعزاء نود حضراتكم في الانطلاقات، ولكن قبل أن نودع مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نستجل معكم أسماء الفائزين المتوجين في هذه الفترة المسائية. تواجدت زعفرانة وحملت شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، قدمها سالم بن حمد بن هيان العامري في أول أشواط الحقائق الأبكار، وكذلك تواجد مناور وحمل شعار أبناء الغرافة. نهني سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والثاني للسالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز المستحق والتوقيت الزمني. رافق الشوط الخامس مع الواعية من سجل التوقيت الأفضل، 6 دقائق 14 ثانية 92 جزء من الثانية. التهاني تبارك لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وكذلك نهني عيد بن عامر بن راشد المدهوشي على هذا الفوز المستحق في ايضا انطلاقات ومنافسات اشواطنا العشرة. نتابع الاسماء الفائزين المتوجين في هذه الأمسية. مشاهدينا الكرام نصل الى الختام، تقبلوا تحيات المخرج علي ابو شارب، وكذلك تقبلوا تحيات محدثكم الكريم بن جال المري، ودمتم حفظ الله ورعايته في لقاء باذن الله تعالى في يوم الغد مع منافسات سن الثنايا.